السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا لا أمرا، الاشتراك في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد ومهارة جديدة وقناتكم سان ستايل فاشن. المهندس أحمد شمس الدين يحييكم إخوتي وأخواتي أبنائي وبناتي. كل اللي احنا بنطلبه من حضراتكم الدعم، الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، الإعجاب بالفيديو شرط أساسي بنطلبه من حضراتكم. فضلا لا أمرا على أساس نقدر نوصله لأكبر عدد من الناس تقدر تستفيد منه زي ما حضرتك وحضرتك إن شاء الله هتستفيدوا منه. بناء على طلبات حضراتكم ماشي، والحاجات اللي بتجيلنا على الواتس، وزي ما قلت لك وقلت لحضرتك وحضرتك ان انت ممكن تبعتي لي على الواتس الحاجه، وبفعل اصلا انا مش هسيبها او ما هنساها، بس ما بيبقاش جه الوقت اللي انا اقدر اعملها او اشرحها لغايه ما تيجي قدامي في شغل، تمام؟ فبالتالي من هنا ابدا اشوف ايه اللي مطلوب بالظبط وابدا ابص عليه. فرجاء ان الناس اللي ممكن بتبعت لنا على الواتس، لو انا يعني ما استجبتش لطلب حضرتك، اعرف ان هو دوت ما بيبقاش بمزاجي، يعني بيبقى حاجه غصب عني، تمام؟ ويستحسن معلش ان يعني الح على حضراتكم ان انتوا تطلبوه تاني، لان ممكن مع زحمه الشغل انساه. يعني انا اصلا مش هتناساه، لا ممكن انساه. التناسي في حد ذاته ان انا ايه ابقى شايف الحاجه ولا مش هسال فيها، ماشي؟ لكن انسى الشيء دوت حاجه بيبقى ايه، بتبقى حاجه غصب عننا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأ. فالنسيان هي حاجة أصلا ربنا سبحانه وتعالى فرضها على بني آدم من نساء ورجال. الكبشون، الكبشون حاجة أساسية في الشغل الشتوي في الغالب، وفي حاجات كتيرة على فكرة في الصيف، وحاجات كتيرة في الصيف اللبس الشبابي بالذات سواء بنات أو أولاد، الكبشون حاجة أساسية فيه. كيفية تصميم الكبشو بيعتمد على حاجة، بيعتمد ان الكبشو دوت مثلا هيبقى في حاجة زي مثلا التيشيرت او السويت شيرت، ماشي، او التيشيرت، تمام، او في القميص العادي لان فيه قمصان، ماشي، بتبقى المكان اللي هي دوت كبشو، او في حاجه بقى شتوي مبطنه تقيله، تمام، بيبقى ليها تصميم بره، بيبقى ليها تصميم. وهل يا ترى ان هو كبشو عادي ولا كبشو في نفس الوقت بيمثل لياقه؟ دي كلها حاجات. فارجو ان احنا يعني نفتح الاذان شويه ونتدارك بالأذهان الكلام اللي هيتقال، على أساس إن إحنا لما بنبتدي موضوع بنبتديه بداية أكاديمية بحتة. يعني إيه أكاديمية بحتة؟ يعني حاجة زي كأن بالظبط أنت بتاخده كورس، ماشي؟ فالحاجة إذا كانت جات لغاية عندك فعلينا إن إحنا نشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمة أظنها نعمة أهدانا ربنا سبحانه وتعالى لينا، وليك ان انت تاخد بيها، وليك ان انت ايه ترميها. دوت هيعتمد على ايه؟ هيعتمد على قدرتك على الفهم للكلام اللي بيتقال، بيعتمد على مدى طلب الشيء بالنسبة لك. هل يا ترى ان هو ملح؟ هل يا ترى ان هو مهم؟ هل يا ترى ان انا ممكن أأجله لان انا مش محتاجه دلوقتي؟ مفيش حاجة اسمها علم انا مش محتاجه، مفيش حاجة اسمها علم انا مش محتاجه. الكبشو أول حاجة يعني نعرف إن هو بديل اللياقة، بديل اللياقة، يبقى خلاص كده أنا فهمت حاجة، إن هو مقاسه يعتبر زي مقاس اللياقة بالظبط، صح ولا أنا غلطان؟ يعني اللياقة لو عندي 40 هو هيبقى المحيط بتاعه 40 كذلك، اللياقة عندي
48 هو هيبقى المحيط بتاعه 48، اللي يقع عند 52 هو هيبقى برضو المحيط بتاعه 52. يبقى إذن الكبش هو بديل للياقة، هو ما بيقومش بعملها. ليه؟ لأن في جواكت بتلاقي الكبشو موجود واللياقة نفسها موجودة، بس الكبشو هنا بيبقى فاريبل، يعني بتبقى حاجة متحركة، ممكن أشيله وممكن أحطه، ممكن بيبقى راكب فيه سوستة زي سوستة الجاكت مقسومة قطعتين، قطعة في الجاكت نفسه وقطعة في الكبشو، واجي أركبهم مع بعض، أو بيتعمل بكباسين أو بيتعمل بزراير. دي كلها حاجات للكبشو. الكبشو ليه طول وليه عرض وليه أسلوب قص، بيعتمد على الكبشو اللي أنا هعمله، بيعتمد على إيه؟ على الكبشو اللي أنا هعمله. فأنا لو شفت مثلا أول حاجة معايا الشكل ده، الشكل إيه؟ ده أهو ماشي، ده الكبشو المتعرف عليه العادي. الكبشو المتعرف عليه العادي بيبقى ليه طول وليه عرض، تمام؟ المفروض ان هو ايه؟ ابسط شيء ان هو يكون مغطي منطقه الراس. مغطي ايه؟ منطقه الراس. فهو المفروض ايه؟ هيتاخد من اول العنق هنا كده مثلا، لو انت عايز تاخد له مقاس من اول العنق لغايه ايه؟ لغايه ما تطلع كده لمنتصف الراس، يبقى دوت ايه؟ محيط الكبشو اهو، ده كده ده محيط الكبشو معايا. الاطوال بقى اللي هي هتخدم معايا وتجيب لي المحيط، ماشي؟ فانت بتاخده من اول الرقبه لغايه نهايه الراس من فوق، تمام؟ فبيكون كام؟ اقل حاجه هيكون 35. اقل حاجه هيكون ايه؟ 35. يزيد عن كده؟ اه يزيد. يوصل لكم؟ يوصل ان شاء الله 45، يعني 10 سنتي، لان الكبشو مش لا يجب ان هو يكون محكوم على الراس. ولذلك انت بتلاقي الكبشو بيبقى ليه شداد هنا، ماشي، بيخرج منك كده وتبدا تضمه حوالين الوجه، تمام؟ فيبقى اذا الكبشو مش مطلوب مني ان هو يبقى محكوم على الايه؟ على الراس، بس بالتالي مش هيبقى صغير، يعني على الاقل لما يبقى واسع هقدر المه بالشداد اللي موجود هنا، تمام؟ لكن لما يكون ايه؟ ضيق هعمل فيه ايه؟ مش هينفع، تمام؟ فده الشكل الكلاسيكي بالنسبه للكبشو اهو، ده بالنسبه للكبشو العادي خالص. ده الدوران، ده ايه؟ دوران الراس العاديه اهو، دوران الراس العاديه، تمام؟ وده الطول بتاعه اللي انا بقولت لك اقل حاجه هيكون كام؟ 35. الانحدار ده ايه؟ الانحدار اللي هو ايه؟ انا الراس هنا بيبقى ايه؟ اعلاها هنا في النص وتبدا تنزل على منطقه الجبهه، ماشي؟ فالنزول ده بيكون في حدود كام؟ في حدود 4 سنتي. النزول ده كده، السقوط ده كده، في حدود 4 سنتي، تمام؟ وفي نفس الحكايه برضو هيبقى ليه ارتفاع في الجزء ده، الجزء ده كده. طب الجزء ده ايه؟ الجزء دوت دي اعلى نقطة هنا عند ايه؟ مؤخرة الايه؟ الرقبة، عند منطقة ايه؟ منطقة معلش انا اسف، القفا من ورا اهو كده بالظبط. مش انا كنت لما باجي اعمل حردة الرقبة من هنا اروح نازل 4 سنتي؟ لا، هنا هتطلع 4 سنتي، هتطلع ايه؟ 4 سنتي، وتاخد الكيرف ده، كيرف ايه؟ على ما فيش، اللي احنا بنسميه كيرف مسروق، على ما فيش من هنا. يبقى انا عندي النقطه ديت اقل حاجه هتبقى 35 هنا، 35 صافي على فكره، يعني تقصه على كام؟ تقصه على 38، تقصه على 38 وتاخد منطقه الكيرف ده، تمام؟ وايه هنا هو الدخله دي؟ الدخله دي انا قلت لك هنا هو كان كام؟ 4 سنتي. الدخله هنا هتبقى 2 سنتي، دوت اللي هو ايه؟ بياخد منطقه الراس الخلفيه. احنا ما بنخترعش حاجه، واحنا قلت الكلام دوت 100 مره، ربنا سبحانه وتعالى خلق لي حاجه وانا بكيف وبصمم الحاجه اللي انا بعملها بناء على ايه؟
بناء على الشكل اللي قدامي. فالرأس كذلك بتيجي كده هو بالانحدار وتيجي تروح نازله ايه على منطقه ايه القفه الخلفيه دي، تمام؟ فبتبقى نازله ايه بنفسك ايه الشكل ده. طب الحته دي قد ايه؟ 2 سنتي. الحته دي 2 سنتي، يبقى انت هنا اهوت لما هتيجي تاخد كبشوه هنا اهوت هيبقى كام؟ 35 ارتفاع، تمام؟ في كام؟ اقل حاجه هنا اهوت، اقل حاجه هيبقى في حدود 30، هيبقى في حدود ايه؟ 30 سنتي، 28 30 العرض بتاعه، تمام؟ يبقى هو ايه؟ بيبقى مستطيل مش مربع، بيبقى ايه؟ مستطيل. اقله 35 في 28، تمام؟ ده الحاجه اللي هي ممكن تغطي الراس معايا. طب ايه البنسه دي؟ البنسه ديت عشان ما يبقاش فيه في الكبشوق هوا. يعني ايه هوا؟ في ايه؟ وسع كده. فالبنسه دي بتلملي الوسع بتاع الكبشوق. انا شايف البنسه فين؟ اهي هنا اهو، بتلمها لي معايا، تمام؟ الكبشوق بياخد من هنا شبه انحدار شويه، بخش من هنا اهوت ايه؟ 2 سنتي، نفس ال 2 سنتي اللي هنا، على اساس ايه؟ ان بدايه الوجه ويبدا يروح ايه؟ داخل الدخله دي وخارج تاني. كيرف بسيط. تمام؟ دي بيبقى مين في منها 2، ده جنب والجنب التاني. جنب والجنب ايه؟ التاني. تمام ولا لا؟ ماشي؟ فده ال الايه الايه البيزك او الاساس بتاع الكبشوه بيتكون ازاي؟ من نفس الشكل اللي انا قلت لحضراتكم، بالابعاد اللي انا قلت لك عليها، بالخصومات اللي انا قلت عليها. ايه الخصومات؟ اللي انا بطلع من هنا 4، ماشي؟ الدخله من هنا 2 سنتي، البنسه دي 3 سنتي لو انا ما قلتش عليها، السقوط دوت 4 سنتي، تمام؟ ابدا اطلع واروح واخد الكيرف بتاعي ونازل، ماشي؟ طب الحته دي قد ايه؟ لازم تكون ايه؟ على قد ايه؟ نص اللياقه عندي. لياقه 45 تبقى دي 22.5 صافي. تمام؟ وزيها الناحيه الثانيه. ده الشكل الاساسي دوت للكبشوه يا جماعه. تمام؟ ده الشكل الاساسي للكبشوه. طيب لو احنا سقطنا كده ونزلنا كده شويه نشوف ده. نشوف ايه؟ ده. ده بقى ايه؟ الكبشو اللي منه ايه؟ اللي منه يعتبر يعتبر ايه؟ انت احنا عارفين ان اللياقه، الناس اللي متابعانا بنقسمها لجزئين، راس اللياقه والرجل بتاعتها. الرجل بتاعتها ايه؟ اللي هو الجناح التحتاني اللي هو بيبقى فيه ايه؟ العروه بتاعت اللياقه نفسها. الجناح التحتاني بتاع ايه؟ العروه نفسها. هجيب لك على اساس ايه ما يبقاش ايه بشرح كلام واحنا ايه بعاد عنه. دي يقه القميص. ديت ايه؟ يقه القميص. بتتقسم لجزئين، الراس والرجل. ماشي؟ فانا اللي انا بتكلم عليه دلوقتي إيه؟ الرجل دي. لان الرجل دي داخله معايا في الكبشو. داخله معايا في الايه؟ في الكبشو. انا بس حبيت اجيبها لك عشان ايه؟ تبقى ايه؟ في وجه ربط، لان في ناس اصلا مش متخيله اللياقه ازاي مثلا. ناس مبتدئه لما اجي اتكلم عن اللياقه راس ورجل فمش هيبقى فاهم ولادي ولادي، فانا بجيبها لك بس. دي الرجل نفسها اللي بيبقى فيها العروه والزرار هنا، ودي ايه؟ راس اللي ايه؟ اللياقه نفسها. الاثنين مع بعض بيتقالوا عليهم ايه؟ لياقه. منفردين، ماشي؟ دي الراس ودوت ايه؟ الرجلين بتاعتها، تمام؟ بس عشان نبقى عارفين. تمام؟ هبدا اربط ما بين الكلام دوت والكبشوه. الكبشوه المحيط بتاعه من تحت اللي يبقى لازم ياخد ايه؟ دي نص الايه؟ الرجل. المحيط بتاعه لازم هيبقى واخد الكلام ده كده. هيبقى واخد ايه؟ الكلام ده. خلي بالك ان اصلا طلعت الكبشوع عكس اللياقه. ليه؟ هنا هوت ايه؟ اللياقه ماشيه كده عشان هي بتبقى محيطه بالرقبه، لكن الكبشوع محيط بالراس. تمام؟ فهو ده اللياقه، الرجل بتاعت اللياقه طالعه 4 سنتي هنا هوت مثلا على الاقل. هناك كان نازل ايه؟ على الاقل بتاع 6 سنتي. على الاقل ايه؟ 6 سنتي عشان يروح طالع بقى كده. تمام؟ دوت بس عشان يبقى ايه؟ في وجه ربط ما بين الاثنين. يبقى بقى اربط ما بين اللياقه قادر تعتبر.
بعد إذن حضراتكم إحنا هنقف لغاية هنا على أساس إن الفيديو ما يطولش مننا ويبقى فيه تشعب في المسألة نفسها، وهنكمل في الفيديو اللي جاي هنكمل على المكان اللي إحنا وقفنا فيه بالظبط إن شاء الله. يعني هربط لكم ما بين الاتنين وبعض، بس على أساس إيه؟ إن كم المعلومات اللي إنت بتبقى واخدها في فيديو واحد لو تراكمت على بعضيها هتبص تلاقي ان انا ايه مش قادر استوعب اي شيء. فنكمل ان شاء الله في الفيديو الجاي. ما تنسناش من صالح الدعاء، الدعاء بظاهر الغيب، الاعجاب بالفيديو شرط اساسي بيكون من حضراتكم على اساس نقدر نوصله لاكبر عدد من الناس تقدر تستفيد منه زي ما حضرتك وحضرتك استفدتم منه ان شاء الله. الدال على الخير كفاعل، ده الاصل الاصيل اللي احنا بنينا عليه قناتنا وقناتكم. الاشتراك في القناه، الاشتراك في الصفحات، الاشتراك في القناه البديله، الدال على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.